الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث ابتدأنا بكتاب جزاء الصيد وأنهينا الكتاب إلا أحاديث يسيرة، لعلنا نكملها في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. فتفضل أيها القارئ، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. في هذا الحديث جواز النذر، وأنه لا حرج فيه، حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أمها كونها قد نذرت. والنذر قد يكون على جهة المقابلة والمجازات فيكون مكروها، كما لو قال القائل: إن شفى الله مريضي فلله نذر علي أن أتصدق بكذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وهناك معنى آخر، ألا وهو أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيئا بالنذر فتتكاسل نفسه فلا يقوم بأدائه، فيكون سببا من أسباب ترتب الإثم، وذلك بسبب عدم قيامه بالنذر. وفي الحديث جواز نذر الحج، أن من نذر الحج لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. في الحديث سؤال المرأة الأجنبية للعالم الرجل، وأنه لا حرج في ذلك. وفي بعض روايات هذا الحديث أن رجلا من جهينة استدل به على جواز حج الرجل عن المرأة. وفي الحديث دخول النيابة في الحج، يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، وقد وردت النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز، أما السليم فلم يرد في الأحاديث دليل على مشروعيتها، فقاسها قوم على ما ورد ومنعها آخرون بناء على الأصل المتقرر، وهو أن الأصل في العبادات المنع والحظر. وفي الحديث أيضا أن الإنسان يستحب له أن يقوم بما نذره قريبه المتوفى، وأن ذلك من الأمور المستحبة. وفي الحديث أن من مات وعليه نذر استحب لأوليائه وورثته أن يقوموا بذلك النذر. وفي الحديث من الفوائد الاستدلال بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدميين في وجوب الوفاء به. وفي الحديث استخلاص الجواب بواسطة السؤال، فمن سئل عن مسألة فأراد أن يجيب فيمكنه أن يقرر السائل
بواسطة سؤال يستخرج به الجواب. وفي الحديث وجوب قضاء حقوق الله الواجبة على المكلف التي لم يقم بأدائها في وقتها. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وكان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. بالحديث مشروعية حج الصبيان المميزين وصحة حجهم، ولكن هذا الحج لا يجزي عن حج الإسلام الواجب. وفي الحديث الحرص على اصطحاب الأطفال والصغار لمجامع الخير يستفيدوا، وفي الحديث اعتبار الصاع وذكر ما فيه وذكر صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من البركة. وفي الحديث التحرز فيما يحدث من تغييرات على المكاييل والموازين. أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. في الحديث فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اعتناء عمر رضي الله عنه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. وفي الحديث أنه كان يبعث مع النساء من يتولى شؤونهن من الرجال. وفي الحديث حج النساء، حج النساء. وفي الحديث أن تطوع النساء بالحج لا حرج فيه، فقد قال طائفة بأن الأولى بالنساء عدم حج التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه بعد حجة الوداع: هذه والحصر. الجمهور على استحباب حج التطوع للنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا كذا، وخرجت امرأتي تريد الحج، فقال: ارجع، اذهب فاحجج مع امرأتك واخرج معها. في هذا الحديث المنع من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مهما كان عندهما من الديانة وأياً كانت هذه الخلوة. وفي الحديث أن وجود شخص آخر غير المرأة والرجل تنتفي به الخلوة، وما ورد في الشرع من تحريم الخلوة لا يلزم منه عدم تحريم الاختلاط المتكرر المعتاد بين الرجال والنساء. وفي الحديث المنع من سفر النساء بدون محرم، والأحاديث الواردة في ذلك عامة تشمل جميع الأزمنة، واختلاف آلات التنقل لا يلغي الحكم الشرعي. الله عز وجل عالم بما يحدث في وقائع الناس وبما يكون من أمورهم من وسائل تنقل جديدة، ومع ذلك لم يستثني من ذلك شيئا. وفي الحديث المنع من دخول الرجال على النساء الأجنبيات. وفي الحديث تحريم دخول الرجل
على النساء المغيبات. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الجهاد في سبيل الله، ومشروعية ترتيب الإمام للجيوش والسرايا التي تخرج في الجهاد، وظاهره أن الجهاد موكول إلى الأئمة. وفي الحديث مشروعية كتابة الإمام للناس. وفي الحديث من الفوائد أن من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة بدون محرم فإنه يعود حتى يحج معها. وفي الحديث دلالة لمذهب أحمد وأبي حنيفة من أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، وفيه دلالة على أن من شروط الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم الذي يسافر معها إن كان الحج يحتاج إلى سفر. وعلى ذلك لو قدر أن المرأة لم تجد محرما وماتت فإنه لا يلزم أن يخرج من تركتها من يحج عنها. وفي الحديث دلالة على جواز حج النساء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. في هذا الحديث من الفوائد عناية الأبناء بالآباء، ولذا كانوا يهادون والدهم. وسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بإمكانه أن يركب، فسأل: ما الذي يجعله يترك الركوب فيمشي مهادا بين ابنيه؟ وفي هذا سؤال أصحاب الولاية عن أحوال الناس لمعرفة مدى موافقتها للشرع وتوجيههم بما يتوافق مع الشرع. وفي الحديث أن من نذر مباحا يشق عليه لا يستفيد منه أحد لم يلزمه الوفاء بذلك النذر، فإن هذا الرجل نذر أن يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي الحديث دلالة على أن الحج ماشياً ليس أفضل من الحج راكباً. وفي الحديث أن من نذر المشي إلى الكعبة لم يلزمه هذا النذر. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب. في الحديث ذكر حكم من نذر المشي إلى بيت الله وأنه لا يلزمه المشي طول المسافة، فهذا له أحد تخريجين: الأول أنه رأى أن المشي من الأمور المباحة التي لا ينتفع بها أحد ولذلك لم يرى الإلزام بالمشي، أو أنه فسر قوله نذرة تمشي أنه يكفيها مشي بعض الطريق ولا يلزمها مشي جميعه. وفي الحديث سؤال الرجل للفقيه عن مسألة غيره التي وكله في السؤال عنها، وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث إطلاق لفظ الأمر على ما هو مستحب. نعم. كتاب فضائل المدينة. المراد بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في الجاهلية يقال لها يثرب،
وهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد بها أول دولة من دول الإسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها مآثر كثيرة، وقد جاء في فضلها وفضل الإقامة بها وفضل الصلاة فيها أحاديث كثيرة متعددة، ذكر المؤلف شيئا منها. وعن عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الحديث تحريم قطع الشجر في المدينة، وفيه تحريم قتل الصيد في المدينة، فالمدينة حرم لا يصاد فيها. وفي الحديث إثبات حرم المدينة من جهة مكانه، وهنا كن عن حدود الحرم، وقد جاء في أحاديث أخرى تسمية هذه الحدود من عير إلى ثور، وهما جبلان صغيران في أطراف المدينة. وفي الحديث أن البقاع يزداد إثم المحرم فيها لعظم مكانتها، ولذا كان الإحداث في المدينة أعظم من الإحداث في غيرها. وفي الحديث تحريم إيواء المحدثين الذين يبتدئون أفعالاً مخالفة. وفي الحديث جواز لعن غير المعين على صفة قد فعلها، قد ورد في الشرع لعن فاعلها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. الظباء نوع من أنواع الحيوانات التي تصاد، قريب من الغزلان، وقوله ترتع أي ترعى، وما ذعرتها أي ما أخفتها ولا حركتها، وذلك أن المدينة حرام يحرم الصيد فيها. وقوله حرم ما بين لابتي المدينة، لابتي يعني الحرتين اللتين تكتنفان المدينة، وقوله على لساني يعني أن الله أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقل هذا التحريم. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة قبيلة من الأنصار، فقال: أراكم يا بني حارثة خرجتم من الحرم، يعني ظن أن مساكنهم خارج حدود الحرم. وفي هذا دلالة على أن سكنى حرم المدينة أفضل من السكنى خارجها. وقوله ثم التفت أي تأكد، فعلم أنهم داخل حدود الحرم. وفي هذا أن الإنسان قد يخطئ في اجتهاده ثم يتبين له الصواب فيعود إلى ما هو صواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قوله أمرت بقرية يعني أمرت بالهجرة إليها، وفي هذا فضل المدينة وأنها بقعة مباركة. وقوله تأكل القرى أي أن الناس
ينتقلون إليها ويتركون قراهم، أو أن المدينة تكبر حتى يدخل فيها ما جاورها من القرى. وفي الحديث ترك اسم يثرب وعدم إطلاق هذا الاسم على المدينة. وفي الحديث أن أهل الفسق والمكر السيء لا يبقون في المدينة، فإن المدينة تنفي الناس، يعني خبث الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. في هذا الحديث فضل المدينة وفضل سكناها وترغيب الناس في أن يبقوا فيها. وفي الحديث ذكر ما يتفضل الله عز وجل به على المدينة في آخر زمانها، وقول تتركون المدينة أي تنتقلون منها إلى غيرها من البلدان على خير ما كانت، يعني من النماء ورغد العيش وتوفر المعايش، لا يغشاها أي لا ينتابها ويعاود السير إليها إلا عوافي السباع والطير، والسباع الحيوانات المفترسة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك كيف يتركها الناس على خير ما كانت، فقال طائفة يزهدون فيها، وقيل تكون غيرها من المدن أكثر ترغيبا وأكثر أرباحا منها فيتركونها. وقد قال بعض المعاصرين لعل السبب في هذا أنه تحدث للناس أوبئة وأمراض معدية فيتركون المدينة خشية من هذه الأمراض، وقال آخرون لعلهم يتخوفون من أعدائهم فيتركون المدينة. وعلى كل فإن الحديث قد أخبر أنه في آخر الزمان تترك المدينة. وقوله وآخر من يحشر، الناس قبل الساعة يحشرون في الشام، يحشرون في الشام ويخرجون من قبورهم ليحشروا هناك، كما ذكر الله جل وعلا في أوائل سورة الحشر قال وآخر من يحشر راعيان، أي شخصان يتوليان رعاية البهائم من قبيلة مزينة، يريدان المدينة، يذهبان من أجل دخول المدينة، ينعقان أي يرفعان الصوت لأغنامهم بما يحركها، فيجدانها يعني يجدان الغنم وحشاء، وحتى إذا بلغ ثنية الوداع مرتفع في شمال المدينة خرا على وجوههما أي سقطا على وجوههما فيموتان من أجل أن يحشرا. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في الحديث
فضل المدينة والترغيب في سكناها والتزهيد في الانتقال عنها لأي قطر من أقطار الأرض. قوله تفتح اليمن هذا فيه معجزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح هذه البلدان قبل أن تفتح. قال فيأتي قوم يبسون، أي أنهم يسافرون فيركبون ما ينتقلون به ويزجرون دوابهم، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم أن يتركون المدينة لليمن. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، قد يكون خيرا لهم في أمورهم الدينية وقد يكون خيرا لهم في أمورهم الدنيوية. قال وتفتح الشام، في هذا معجزة من معجزات خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، وفيه أن من كان في ركب الرجل فهو تابع له. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، وفي هذا معجزة، في هذا دلالة على فضل المدينة والتحذير من الرغبة عن السكنى فيها. وفي الحديث إثبات خيرية المدينة وعظم أجر من يكون فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. في هذا الحديث فضل المدينة والترغيب في سكناها والإقامة فيها. في الحديث أن الإيمان في آخر الزمان يعود حتى يرجع إلى المدينة، وبذلك بسفر المؤمنين إلى المدينة. وفي الحديث استعمال التشبيه في الكلام بما لا يعود بالاستنقاص على أحد، وفي الحديث تشبيه عود لإيمان وأهله إلى المدينة بعودة الحية إلى جحرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في جميع شأننا، كما نسأله سبحانه أن يجعل العاقبة الحميدة لنا دنيا وآخرة. كفاني الله وإياكم الشرور والمكائد، كما أسأله سبحانه لعموم المسلمين التوفيق وأن يستعملهم الله في طاعته. أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والهدى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.